اليوم ولدت قائمتنا، قائمة أبناء البلد، وحازت على رقم واحد من بين القوائم. وقائمتنا الحمد لله رب العالمين تحوز على ثقة يعني نسبة كبيرة جدا من البلد باستطلاع رأي داخل هاي المكان الانتخابي. احنا يعني قائمتنا تميزت بأنها جمعت بين أبناء كل أطياف البلدة، من عائلات، من أسرى محررين، من وجهاء هاي البلدة، من كمان عندنا في داخل القائمة أسير محرر قضى في سجون الاحتلال أكثر من 22 عام. والحمد لله رب العالمين قائمتنا كانت جاهزة وسلمناها اليوم وأخذنا رقم واحد. حقيقة أمثل زميلات المعلمات طالباتي على 28 عام وأنا في التدريس، أشعر بأن المرأة الفلسطينية يجب أن يظهر صوتها وتظهر مشاركاتها وتظهر بصمتها في هذا المجتمع، فنسعى لأن يكون للمرأة، فعلا المرأة الفلسطينية، بصمة واضحة في المجتمع ودور مساند أيضا للرجل. الشباب في هذه القائمة لهم نصيب ونصيب وافر، وبالتالي احنا في عنا رؤية في هذه القائمة. منذ اللحظة الأولى صرخنا وفزعنا نحو السلم الأهلي والحفاظ على السلم الأهلي في هذه البلدة، وبالتالي الشباب هم مستقبل هذه البلد، وبالتالي يجب أن يكون هناك رسالة وئام وسلام ومحبة، وأن يكون السلم الأهلي واضح وحاضر في هذه البلدة حفاظا على تاريخها الضارب في 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 أعماق تاريخ، وبالتالي يجب أن نحافظ على هذه البلدة. اليوم احنا كشباب دورنا الريادي في المجتمع، بناخذ إمكانياتنا وفي إمكانية تفعيلها في داخل البلد، ما بتم إقصائنا، ندرج على قائمة أبناء البلد كتفعيل مجتمعي. اليوم احنا بنتشرف ان تمثلنا في هذه القائمة من أجل أنه نقدر نخدم هذول الناس اللي استقبلونا واللي كانوا دائما داعمين لنا في كل المواقف، في المسيرات، في المواجهات، في كل مكان كان الأسير بطلب أنهم يكونوا موجودين، كان كل الفئة هذه كانت موجودة من أجل أنه تدعم هذا الأسير، من أجل مكانته وقيمته اللي يعطوها حقها في كل مكان وفي كل مجلس مناسب له. هذا التكامل يختص بالشباب، بالقطاع النسائي، بالمتعلمين، بالمهنيين، كل هاي النقاط بحثنا عنها وانطلقنا منها. كان هناك مراعاة للعائلات، وكان هناك مراعاة لإدارة هذه المؤسسة، هذه مؤسسة كبيرة تخدم قطاع كبير وأطياف كبيرة، وبالتالي انطلقنا من هذه الجزئية. تم الحديث مع أخواننا اللاجئين من 48 الذين يسكنون في بيت ريما، وتم التوافق معهم على أن يتم تمثيلهم في هذا المجلس الجديد إن شاء الله.